الحب احنا بنتكلم على حب القمح او حب الهريس اللي هو هذا حب هريس بس انه مجروش شويتين عشان يستوي معايا بسرعه. أوكي. تقدر تستخدم الحب الكامل. حب الهريس او الجريش فيه له الياف عاليه جدا، فانت لما بتشربي كل يوم شوربه هريس الشبع يصير عندك عالي. فاثنين ثلاثه رمضان تحسي ايش، انت مواكبه الصيام وما عندك اي مشاكل لانه الالياف في جسمك جدا عاليه. صح. فهي جدا مفيده، فطبعا عندك اللحم، عندك البهار، المرق، البصل، مكونات جدا لطيفة كذا حتعطيك شربة جدا لذيذة. أنا حبيت أنك جبت لنا اليوم الأشياء والمكونات على أصولها، يعني حتى هذه من أمي أعطتني. إحنا في الأساس بنحط البهارات في شاش. صح. بنحط الشاش وهذا، بس الحين اتطورنا فصار عندنا المثل. أمي بصراحة يعني عشان بالنسبة لها يعني عشان الأوساخ والأمور هذه أنظف بالنسبة لها تأخذ المعدن هذا. بدي إلا رمضان كريم لوالدتك ومنسلم عليها. أمي حرجع لك، هي قالت لي حرجع لك يا أمي. أنا حأكد لك ما في شيء حينسى اليوم. جبت أغراض من عندها. يعني هالوصف اللي هي فيها البهارات مثل ما عم نشوف معك. طبعا إحنا البهارات اللي هنا يعني مميزة، شوربة الحب عندنا بالخولنجان. تعرف الخولنجان هذا ابن عم الزنجبيل، تعرف الزنجبيل صح؟ ايه قرابه بس من بعيد. قرابه من بعيد. فابن عمه. وبعدين عندنا الشيبه، تعرف الشيبه؟ الشيبه هي اللي بتجي مثل ورقه الشاي شوي. صح بس صحيح كده لونها اخضر. هي اصلا بس لما بتتجفف سبحان الله تصير ايش؟ سوداء، عشان كده يسموها شيبه.